تمر اللي عند عامر على الروضة وجيبيه، وأنا تمر اللي عندي يعني على المدرسة وباخذهم من الحي. أي ولا تنسى تجيب معك شي كيلين حلو كيلو بن. حاضر بيرازي. تفضل. حنين سبي لي شاي. كلي ماما. عمو لو سمحت انا بدي روح اليوم زور اهلي. ايه اجليها اليوم. زهير ولينا رايحين عند بيت اهلها للينا، مين بدي يساعد امي بالطبخ والنفخ؟ لا بنتي، خليكي انتي هون بتساعدي امك وهي خليها تروح لعند اهلها. انا؟ مستحيل، اليوم اخذ موعد من الكوافير بدي اعمل شعري. قديش صار لك ما رحتي لعند اهلك يا بنتي؟ صار لي 3 اسابيع. ايه خليهم شهر ما بيصير شيء. وشهرين ست مرام. يلا دايمه. كلي حبيبتي، لسه ما اكلتي شيء. لا اكلت كثير. خليني اروح اليوم احد بيكون راجعه. خاطركم. الله معي. لك امي ليش ما بتوصلها معك بالسياره؟ ايوه هذا اللي كان ناقص، يعني نتاخر نحن على شغلنا مشان نوصل حضرتها. وليش لا تتاخروا يا مرت عمي؟ بده ياخذ يارا على المدرسه، ورد يرجع ياخذ عامر على الروضه، وبدي يوصلني على شغلي، وهو بده يروح على شغله، كيف بدنا نلحق؟ ليش شغلك مو قريب من شغلها؟ بلا مرت عمي، بس عندها مشي شي 10 دقائق، يعني بلا ما تمشيهم. يلا مرت عمي خاطركم. الله معك حبيبتي. شو عملتي له؟ ما عملت له شي، قعدته شو بدي اعمل له؟ خلص تنتي خلص يا روحي خلص. تعالي ان شاء الله هلا بتاثر حالي. هاتي هاتي تقبريني هاتي. تا تا تي تا يا تقبريني انت يا روحي انت يا روحي تا. يلا بدي اسال اطمن عليك. ايه يا حبيبتي اطمني. تشرب شاي تشرب شاي. ايش خدوا على الجعير بقى. لك عيب عليكي تقولي عم بكي يا طفل الجعير. انت نسيانه اولادك لما كانوا صغار ما كانوا يخلونا ننام الليل؟ لا مرت عمي ما نسيت. يا عمري انت يا تيتي بس يا روحي. لا 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 خلص 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 خلص. الو ايه حنين كيفك ماما؟ ايه تقبريني اشتقت لك. شو امتى جاي؟ شو هالحكي؟ ليش بقى مالك جاي؟ تقبريني والله اشتقنا لك، عم تقلك اكل بتاخذ العقل. شوفي ماما احكي لي فشيلي قلبك، صاير معك شي؟ الله يرضى عليكي. ايه اكيد مو صاير معك شي. طب انت بتجي بهاليومين لا تتاخري علي، سمعانه؟ اشتقنا لك كثير. وكيف وسيم يقبرني؟ يقبر قلبي الهي. طيب بدك شي تقبريني؟ لا تطولي علي. الله يحن عليك الهي يا رب. الله معك ماما. زهير حبيبي ليش ما بتخلوا حنين تروح تسكنوا ببيت جوزها؟ يعني ما بيكفي مضايقه علينا هي وابنها؟ وبشو مضايقه عليكي؟ ايش ونسيت انه اخذت غرفه الاولاد، والاولاد صاروا يناموا عنا بالغرفه، والاولاد كبروا يا زهير وصاروا يعوا على اي شيء بشوفوه. مدام لينا بدك ياني اقلعها؟ لا حبيبي لا تقلعها، خليها تروح تسكن ببيت جوزها. ووسيم مين بده يربيه؟ والله فينا تسجله بشي روضه او بتجيبه لعند امك الصبح قبل ما تروح على دوامها. يا مدام لينا هي أرملة وما بيصير تسكن لحالها. ايه بتروح تعيش عند أهلها. بدك من أمي تجن؟ وليش لحتى تجن؟ لأنه رح ياخدوا منها وسيم، ووسيم هو اللي بقيلها من ريحة المرحوم أخي. يعني أنا جن معلش وأمك لأ. بعدين لإمتى لإمتى؟ بلكي هيك إن شاء الله أختي مرام تتزوج وبتنحل كل القصص. ضحكتني. مرام وهي صبية ما حدا تطلع بوشها، بدك اياها وقت صارت بال40 حدا يجي يخطبها. نصيب كله كله نصيب. ايه
قولتك نصيب، إذا ضلينا عن نصيب عشنا. طيب خدني أنا أعيش ببيت أخوك ولو بالأجار. خلصينا خلصينا هلأ، خلينا نمشي يلا. حاضر. أنتوا هو؟ مرحبا. أهلين أمو. شو من هلأ عم تحضري تحفة بكرة؟ لا هاي مو لبكرة. لكن شو هاي؟ هاي بدي فرزها تفريز. أم أحمد، فاصولية بتتفرز، باذنجان بتتفرز، بامية بتتفرز، بس كوسة؟ ايه كوسة، وهلا بدي فرزها، لأنه سنة الماضية الشتوية نسيت أنت إنه صار حق كيلو الكوسة فوق الألف ليرة. الله يعينها من اللي جاي أمي، سلم إيديكي. الله يسلمك. شو شايف حنين ما أجت اليوم؟ قال عندها شغل ضروري. شغل؟ شغل شو؟ نشاط بيت حماها يعني؟ والله أنا مالي مطمنة. لا قولي حل لهالبنت، بدكم تجيبوا لي اياها هي وابنها لهون، انا ما عاد اقدر اقعد بلاهم. مرت عمي، حماتها بتقول انها ما بتتحمل يكون ابنها وابن ابنها بعيدين عنها. إيه ابنها الله يرحمه استشهد، يعني رح يضل بعيد. ايه مشان هيك هي ما بدها ابنه كمان يكون بعيد. والله انا احق ببنتي كمان. مرت عمي، ليش انت بترضي انها تعيش معك وتترك لهم الولاد؟ اكيد لا. اكيد هالبنت عايشه مو مرتاحه. يعني شي طبيعي تكون مالها مرتاحه. صبية ترملت وهي صغيرة، مو بس هيك عندها ولد بعد أبوه قبل ما يخلق. ايه بس هي صار لها سنة ونص عايشة معهم، يعني ما سمعنا منها كلمة واحدة ولا اشتكت، معناها مرتاحة. مو ضروري تشتكي لحتى نحس فيها، هي بتكبت بقلبها ما بتحكي. بس كمان يا ماما ما فينا نخليها تعيش لحالها، يعني ما فينا نخلي العالم تحكي علينا. أكيد أنا رح أجبرهم يخلوها تعيش معنا. لا شو عمي، شو يعيشوا معنا بالبيت؟ بيت أهلها أو لا فيها يا بنت، فهمتي؟ ايه بس نحن بيتنا صغير، يعني وين بدها تقعد؟ تقعد محل ما كانت غرفتها من زمان. ايه بس سارة عم تكبر، يعني بدها غرفة مستقلة، وفهمك كفاية مرت عمي. لبين ما تكبر يكون الله أصف عمري وعمر مرت عمك وبتعيش بغرفتنا، فهمتي؟ بعيد الشر عنكم بابا، وحدو الله شو بكون؟ سكروا لها السيرة هي، وانتي وليه؟ قومي ساوي لنا شي نشربه. ايه أمرك. شوفي عمي الحمد لله جيت والله شبك. انا ما عاد فيني اتحمل الحالات بهذا البيت. ليش شو صار عمي؟ عم تقلي حيوانه. صحيح الكلام؟ اسالها بالاول ليش قلت لها حيوانه. ليش شو قالت لك؟ ما قالت لي شيء، ببساطه حاطه ايدها على تم الولد بدها تقتله. شفت القصه شو تافهه؟ صحيح الحكي زهير، والله انا ما عملت له شيء، بس حاولت سكته مشان نايم الاولاد، وهي طول العالم خليته مع مرت عمي عم تتعذب فيه. وحضرتك ليش ما سكتتي؟ عمي انا من بكره بدي اخذ وسيم وطبق راضي وروح، يا عيش ببيت اهلي يا عيش لحالي وانا بير. لا اذا بدك تروحي بتروحي لحالك، انا ما بسمح لحفيدي يربى بعيد عني. انا مرت عمي عم تقولي اترك ابني، انت امه عم تقولي اترك ابني. عمي انتو شو صار لكم؟ لك ليش هيك عم تعاملوني؟ انا شو ذنبي زلمه مت باول عمري؟ لك شو بدي احكي معكم؟ انت شبك خفي عليها شوي. هلا هذا اللي طلع معك؟ خير خير، ليش هالتجمع؟ شو صاير؟ ولا ما في شي يا ست الحسن والجمال، خليكي بحسنك وجمالك. ليش لا تكوني غيراني من جمالي حضرتك؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تركتني لحالي واجه الزمن والناس، تركتني كتير بكير.
أنا عارفة مو بإيدي حيلة، عم بعمل كل شي لحالي. ليش تركتني يا وسيم؟ ليش؟ ألو، كيفك أختي؟ منيحة. حنين أنت عم تبكي؟ لا حبيبي ما عم ببكي. لكن شو بصوتك؟ ما في شي حبيبي، تشردقت. تشردقتي بشو؟ أختي احكي لي شبك، شو صاير معك؟ حدا زعجك؟ حمد اشتقت لكم، اشتقت لكم كثير. انا حبيبتي ونحن اشتقنا لك كمان. طب ليش ما اجيتي اليوم لعنا؟ احمد ان شاء الله تاخذني منهم، الله يوفقك تاخذني. انا ما عاد اتحمل عيش هيك. خير اختي؟ هدي حالك واحكي لي شو صاير معك. احمد ما فيني احكي لك شيء، ان شاء الله انا عموت. ما عاد عندي لا طاقه ولا صبر اتحمل هالشيء. ان شاء الله تعا. طيب طولي بالك اختي، طولي بالك. انا بكره بجي لعندك. هلا حطي راسك وارتاحي ونامي. طيب ماشي، حاستناك. ايه يلا تصبح على خير. وانت من اهله اختي، الله معك. حبيبي شو بدك تجيبها تعيش عنا؟ لكن خليني أهروها؟ لا أكيد لا، بس يعني كمان أنت بيهون عليك أنه أنا أنقهر. وليش بقى لحتى تنقهري أنت؟ لأنه ببساطة في حدا بده يجي ويحجز لي حريتي. يعني نحنا ما بيكفينا أمك وأبوك. ها ليش أنت مو من الأول بتعرفي أنه أنا ساكن مع أمي وأبي وما عندي قدر أشتري بيت وقلتي لي بحطهم بعيوني؟ بلا حبيبي أكيد بحطهم بعيوني، بس أمك وأبوك مو أختك الأرملة. إيش معنى يعني؟ يعني إنه هاي الغرفة لازم تضل بنتي بالمستقبل لسارة، مو هيك؟ الشغلة اللي ما بتعنيكي لا تتدخلي فيها. هيك لكان. اسمع لقلك أحمد، إذا أختك رح تجي على هذا البيت رح أحولكن حياتكن لجحيم، عم تفهم؟ ورح تشوف عذاب تاني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نام أحسن شيء. يسلموا هاليدين. أمي اسمعي هالمثل، قال كني على عشك ليجي مين يكشك. وحياتك أمك هون ست البيت. تسلم. خلي لي شو حبيبتي، نام وسيم؟ اي نام مرتاح إن شاء الله، نوم العوافي يا رب. حنين قومي اعملي لنا شاي. اي والله تقلت بالغدا. بس يجي أحمد بساوي، مو 100 مرة بدي أعمل. ومين أحمد؟ لا تقولي لي انه جايين زيارة لعنا. ايه والله. ولا تقولي لي انه هو ومرته وبنته. لا اطمني جاي لحاله. بعدين وين المشكلة اذا جاي هو ومرته وولاده؟ ايه لانه ناقصنا ضيوف وعذاب ولبكة هلا بالضيافة. ما تواخذيني. حبيبتي اولا كلكم بهالبيت عم يجيكم ضيوف وزوار الا انا ومن تمساكت. وتانيا لما عم يشرفوا هدول الضيوف انا لحالي اللي عم بشتغل واتلبك وما حدا فيكم عم يساعدني. وثالثاً هو الأهم، ما بيكفي إنكم حارميني من زيارة بيت أهلي وبيتي؟ إيه شو حبستوني عنكم؟ ورابعاً بالله؟ لا والله أنا ناطرة الخامسة. شو عم تمسخروا حضراتكم؟ لا عم نلطف جو. ها شرف تحيلو حنين. كيف ما عم تستناكي؟ ليش هيك يا بنات؟ باي زحمة زحمة زحمة. كيفك أختي؟ الحمد لله. مرحبا يا جماعه. اهلين اهلا وسهلا. اخواتكم زهير. الحمد لله. اهلين ابني. مرحبا عمي. اهلين اخي احمد، شرفت. مرحبا. اهلين. مرحبا. تفضل عودي. لا عمي
احمد ضيفي بده يقعد بغرفتي، في كلمتين ضروري بدي احكيهم انا وياه. ما بصير يا ابني. لا عمي بصير، كفيت ووفيت. وتعال احمد. بالاذن يا جماعه. تفضل. اذنك معك. راحت بدها تحكي له معاناتها. ايه لانه فاكره حالها سندريلا المعذبه. ممكن تخرسي انت وياها وتقصروا الشر؟ والله يا خوف يكون جاي ياخذها. والله يا ريت. شو يا ريت؟ ووسيم؟ هيك لكان. واكثر من هيك. وانت ليش ما قلتي لي هذا الحكي من الاول؟ لانه ما توقعت الامور توصل لهون. يعني قلت لحالي هي ردة فعل مشان وسيم الله يرحمه، بس مع الوقت بيحبوني وبيعاملوني مثل بنتهم. بس الموضوع كل ماله عم يكبر، صار في إهانات وقلة أدب. أنا ما عاد فيني أتحمل. أحمد أنا بدي أعيش مثل الخلق والعالم، بدي أعيش وربي ابني بدون عقد نفسية. لا حول ولا قوة إلا بالله. قومي ضبي إرادك لأشوف. ضابطن ضابطن وأخذ قراري، لأنه ما عاد فيني أتحمل. امشي. بس أحمد أنا خايفة تصطدم معه، يعني ما حيخلوك بهالبساطة تاخذنا منه. هذا الموضوع لا تاكلي همه، أنا بعرف أتصرف. قومي اعملي شيء يشربوه. مين أنا؟ إيه أنتِ، شو بتصغري؟ إيه بصغر، والله ما ناقصني غير صير خدامة لنسوان إخواتي على آخر هالعمر. لا إله إلا الله. يلا بالإذن. خير إن شاء الله. لوين؟ رح آخذ أختي نسكن عنا بالبيت. شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ هيك لا أحم ولا دستور ولا كأنه في كبير بهالبيت؟ هلا بصراحة أنا دورت عليه كثير لهذا الكبير بالبيت، بس ما لقيته، مشان هيك صرفت لحالي. شو قصدك؟ أنا وأبي ما لنا ملايين عينك؟ بتملوا عيني لما بتطلعوا من تحت جناح نسوانكم، ولما بتكون كلمة النسوان هي اللي ماشية بالبيت ومو قادرين تكفوا بلاها عن الناس، ما في شيء بيعبي عيني. يلا بالإذن. تعال هون. زهير اتركه ياخذ أخته. لا، على شرط بتخلوا وسيم هون. إيه تكرمه. هاتي هاتي أختي. هي ابنكم. وين اغراضه؟ بلوش شربوا ميته. امشي يا اختي، امشي عم قلك. بلول ابني احمد، مش انا اللي امشي يا ابنك ولا اطيخ. امشي يا احمد. لا 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 مش انا، ما خليني اقعد. لا قلك امشي يا احمد. مش انا الله ما تعبي، مش انا الله. لا لا تفضلي. وانا شو دخلني؟ سكتي وغيري له. وانا شو دخلني؟ اعطيه لسته مويه اللي بدها اياه وتتحمل مسؤوليته. تفضلي سته. هاتي تعال تلقي يا روحي. لا 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 حبيبي. لا مين بردك سكتي؟ بلا الصوت هاد. خرسي انتي ولي عم بيقلكم العمى، حطينا عليكم نعال ولد صغير. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. سكتي تقبرني انت حبيبي. تاكل كمان؟ قبلني انا اكلك. أختي هي تمثيلية أنا عملتها معهم، لبين ما يملوا ويحسوا حالهم مو قد المسؤولية، ويجي لهون براسهم ياخذوك اللي عندهم على البيت. يا أحمد، بس أنا ما بدي أرجع أعيش معهم، يعني أنا بدي أعيش هون ببيت أبي. لك يا أختي، أنت صبري يومين ثلاثة، هن بعد هذا الضغط إلا ما يغيروا أسلوبهم معك، بس أنت يا ريتك خبرتينا من زمان. إيه ما قدرت، أنت ما شفتهم كيف قام يضغطوا علي. بعدين لك أحمد، أنا ما بقدر أقعد بدون وسيم ولا دقيقة، مو يومين ثلاثة. حقك اختي. هلا انت فردي غراضك وطولي بالك، وهذا الحكي بنحكيه بحضور امك وابوك بعد شوي. ارتاحي هلا.
تعرفني؟ ما انتي ربيتي ولدين. والله حبيبتي انا ما بفهم غير على اولادي. طيب وامي وين راحت وتركت لي اياه؟ امك راحت تجيب خضره ولحمه من السوق. لك خلص 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 بقى خلص. الله يعينكم. مرحبا. أهلا. أنا اسمي إبراهيم، موظف جديد منقول لعندكم على الوزارة من مديرية حما. أهلا وسهلا. أهلا. قالوا لي مكتبي هون، يمكن الشباب اللي برا. إيه صح، لأنه يحيى اللي قبلك سافر برا البلد. إيه الله يهنيك. لك زمان موظفي هون؟ صار لي 4 سنين. إيه منيح تمام. بتساعديني على الأقل بطريقة الشغل عندكم، بتعرفي وزارة مو مثل عنا مديرية. صحيح، أي شيء بدك إياه من عيوني. شكرا. عفوا استاذ إبراهيم، شو بتحب نضيفك؟ هو وسط إذا بتريدي. إيه تكرم عينك، لحظة. ألو مرحبا عم أبو فادي. الله يخليك، تجيب لنا واحد قهوة وسط؟ يسلم ايديك، شكرا. بعتذر على الحشرية، عندي هيك سؤال بجوز تعتبريه فضولي وحقك. شو سر كل هذا الحزن يلي بعيوني؟ آسف، عن جد آسف، بعتذر. لا ولا يهمك، بس يعني أول مرة حدا بيسألني هيك سؤال. ليش يعني؟ مقطوعة من شجرة ولا ما عندك حدا يسألك؟ ولا الناس عميان يمكن يعني مو شايفين كل هذا الحزن؟ لا أبداً، حوالي ناس كتير بس يمكن مو منتبهين للحزن اللي جواتي، أو بجوز ناطريني أنا قلن لي ينتبهوا له. كلامك هيك أعطاني مفتاح لباب كبير وأسئلة كتير براسي هلا ما حأسألها لأنه أول مرة بنلتقي. بس عندي سؤال وحيد مضطرني أسأله هلا إذا سمحتي. تفضل. شو اسمك؟ حنين. حنين، كثير حلو اسمك، تشرفت فيكي أنسة حنين. مدام. مدام عفوا، ما انتبهت على الخاتم، بعتذر. يعني مدام حاف. حاف؟ يعني مدام بلا زوج أو أرملة أو والله ما بعرف أي مسمى من هدول اللي بيقولون الناس. أنا آسف كثير مشانك، بس كلامك هذا يعني الحقيقة جاوب على كثير من الأسئلة اللي كانت براسي. تفضلي مدام حنين. لا عم أبو فادي، هي للأستاذ إبراهيم زميلنا الجديد. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، نور المكتب. شكرا. تفضل، أهلا وسهلا. يسلم. الله يسلمك. عفوا استاذ، بتدخن؟ ايه بدخن. معي كل انواع الدخان، تحويل بهلات، امتئن، سريتين، كل شيء موجود، ساندويتش بانواعه، كل شيء بتطلبه موجود. على راسي. بس انا خطي فاتوره. بندفع لك فاتوره، شو هالهم العظيم؟ يا عيني عليك. شو رقمك عفادي؟ سجل 3 3 3 وكمان 3. حلو. وبدك بتعد لك 3 يكون عندك يعني. يا سلام. اهلا وسهلا استاذ. اهلين عفادي، اهلين. شو لك فادي؟ ايه ابو فادي ما في منه، شو ما بدك بيعمل لك، بس تفعله مصاري. ايه تبين عليه طبعا. سارة ماما ما عم تاكلي، افتحي تمك. يلا برافو يا بطل. صحة. يلا الصحن كله بده يخلص. مسكي.
حنين جيبي لي كاسة مي. ليك قدامك؟ لا لا، هي شربت منها مرت عمي، مالي نفس اشرب كاسة شرب منها حدا. ايه تكرمي. حتى اتصل من بيت حماها لاختك. بمين بدهم يتصلوا بابا؟ معك او مع اختك؟ انا معي ما حدا حكى، مع اختي ما بعرف. تفضل. حدا اتصل فيكي من بيت حماكي؟ لا، بس انا اتصلت على الارض وردت مرت عمي. انت اتصلتي؟ ايه انا اتصلت، بدي اطمن على ابني، قلبي عليه مثل النار. طيب شو قالت لك؟ قال لا تخافي عليه، قاعد بحضن ستو، لا تاكلي همه بنوب. ايه خلص الحمد لله اطمنتي. ماما شو اطمن؟ انتو ما بتعرفوا كيف كانوا يعاملوني انا وابني، والله العظيم قلبي فار عليه اكتر. دايمي انا شبعت، بدي فوت اتسطح شوي لاني تعبانه كثير اليوم. استنينا لنخلص عشان نضبي الاكل مع امي. هي اختك بتضبه، انا مو شغلتي. اوفيا اهلكني لحتى نام. شو هاد؟ ليكو يكون بعلمكم انا ماني بيبي ستر لحدا بهذا البيت، يعني مو معقوله حابسيني بالبيت على طبخ ونفخ وتنظيف وعويع. يوم بدي اعيش حياتي، بدي اطلع مع رفقاتي، بدي روح بدي اجي، يعني لو بدي ربي اولاد كنت تجوزت وخلفت. هي معلش حياتي معلش، بدك تطولي بالك وتتعودي، وخصوصي بهالعمر اكيد عم تنقز عليكي امومتك. شو قصدك ست لينا؟ ما قصدي شيء. لكن حبيبتي يكون بعلمك من اليوم وطالع انت اللي بتتولي امره، مو انت اللي طفشتي امه، فتحملي. وانا طالعه من الصبح ومراجعه على اخر الليل لشوف كيف بدك تتحملي. لا والله حبيبتي ما حذرتي، لانه انا عندي ولادي وعندي بيتي وجوزي الله يخلي لي اياه وعندي اهلي، وانت كل هدول ما عندك اياهم. خلصونا بقى، ضروري تتحول القعده لخناق وسنبدان. اخي هي مرتك وحققت مراده وطفشتها لحنين، فخليها هي تدفع الضريبه، يعني انا ماني مضطره اريحها على حسابي. خلاص انا بكره بحكي مع امه بتيجي وبتاخده. لا تاخده لا، عم تفهم؟ تاخده لا، تيجي لا، عم تفهم؟ تيجي لا. اسمعي انت وياها، شو رايكم اقلعكم برات البيت لحتى اريح راسي منكم ولا تعرفوا كلمه مين ماشيه بهالبيت؟ هي طبعا عمي، انت شو فارقه معك؟ لا رح تنيم الولاد ولا رح تطعميهم ولا رح تلبسهم ولا رح تدير بالك عليهم ولا حدا اخذ لك حقك اصلا من البيت. عن انو حق عم تحكي؟ اه انو حق. والله يا عمو وقت وافقت اتجوز زهير قلتوا لي البيت للصغير والكبير عنده بيت والله كافي، ما كنت متخيله حالي اني اسكن بغرفه انا وزوجي واولادي بالبيت اللي لإلي. لا وشو كمان بتجي الست حنين تاخذ غرفه اولادي، والانكى والاضرب من هيك الست مرام مدبقه بخلقتي وما عم ترضى تتجوز. شو قصدك وليش مني؟ قصدك انه انا عانس؟ يا ستي عانس وستين عانس كمان. لا حبيبتي لا، ما حذرتي، انا يلي ما بدي اتزوج ومن كيفي وما بضايق مشاوير رايحه وجايه. كثير صدقتك على فكره. طبي واخرسي لينا. يا بنات خلاص وطوا صوتكم، هلا بفي وسيم شبكون. ما اصلا كلنا شاكلنا من ورا السيد وسيم. بس ولا كلمه الا وسيم. فوتي انقلي على غرفتك، ما بدي اسمع صوتك، فوتي. استغفر الله العظيم. إذا مفكر حركاتك هاي اللي حتمرق علي بتكوني غلطانة. وعن أي حركات عم تحكي؟ طبعا غصيت أمي جيبي لي مي وضبي السفرة مع أمي، هاي حركات التطفيش ما بتمرق علي منوبة. إيه ولا تمرق حبيبي، أنا حذرتك وأنت ما سمعت، وأنا عن جد رح أطفشك. ها مفكرة الشغلة على كيفك؟ شوف أحمد، يا أنا يا أختك بهذا البيت، نحن الاثنين ما بينفع. وشو رأيك ودي لك امي وابي على قهوة العشاء زي مشان حضر شبابك تسحب وتمرحي بالبيت انت ما بدك؟ والله بيكون احسن. خلصي ولك. عم تضربني؟ لك عم تضربني يا احمد؟ ماشي نتواجع. ولك الله يكسر ايديك. شو عملت فيني؟ ولك انا قلبي عمره ما بديته عليه.
هيتاب شو عم تعملي؟ هيتاب شو عم تعملي؟ ما تعملي ما بعرفك بهذا البيت ولا ثاني، انا بدي روح لعند اهلي. اسمعي لقلك، اذا بتطلعي برات هذا البيت ما عليك ترجعي لهون منوب، وكل درجه بتنزليها برا بتعدي عدد طلعاتك. ولك هيك بدك تطلعني كل ما اختك هي الارمله. عم تعايريني اني ارمله؟ ليش هذا الشيء انا اخترته؟ هذا الشيء انا اخترته ولا قضاء رب العالمين؟ لك ردي علي! ولك انت شلون بتسمحي لحالك تفضحني غرفتنا؟ ولك ما حاجبت بحدي حياتنا وبيتنا! خلص! خلص انت! بيتنا؟ بكل عنقها عم تقولي لي بيتنا؟ لك هذا بيتي قبل ما تخلي انت اساسا، هذا بيتي واللي حصل فيه غصب عن راسك! ليك ولي قدامك بيضحي تضلي انطحي راسك فيهم، يا لا يعجبك كلامي يا انفرق راسك، سمعانة ولي؟ عني شبك؟ شو صاير لك؟ امي انا شبني ولا قلتلي ما حدا طايقني لا هون ولا هنيك؟ امي انا شو ذنبيني صرت ارمله باول عمري شو ذنبي؟ بابا انا ما بدي من حدا شيء وما حدا ملزم يصرف علي ليره، انا راسي بكفيني انا وابني وزياده، لك ليش الكل مصر انه يقهرني ويظلمني ليش؟ شو اعملكم لترتاحوا مني؟ لك انت الحالة لترتاحوا مني؟ أنا ما بقى بدي من حدا شيء، بدي روح أعيش ببيتي أنا وأبني بكرامتي أحسن لي بقى. يا بابا، الأرملة بس تعيش لحالها، بيحكوا عليها الناس. أي ناس هدول؟ أي ناس أبي اللي عم تحكي عليهم؟ هدول الناس حدا فيهم حس بوجعي، حدا دق علي الباب وقال لي شو بدك، حدا حس كل هالشهور أنا قديش مظلومة، أنا ما بقى يفرق معي الناس وما بقى يفرق معي حدا، إذا أنتوا أهلي مو حاسين فيني. اهدي تقبريني اهدي، والله العظيم حاسين فيكي، والله قلبي محروق عليك لك بنتي. مو صحيح ابني مو صحيح، كلكم كذابين، مشان هيك انا من بكره بدي ضب اغراضي واخذ ابني وروح اعيش ببيتي بكرامتي احسن لي بقى. يا حياتي كيفك؟ بونجورك حبيبي، وينكم؟ ايه يلا جاي على المول؟ حكيتي مع الشلة كلها؟ يلا مشوار الطريق، يلا باي باي. حبيبي زهير، اليوم ما بدك تاخذني مشوار تغديني برا؟ وليش بقى؟ شو ليش بقى؟ صلك زمان ما اخذتني مشوار. ايه والولاد؟ الولاد ناخدن على البيت وبدير بالهم عليهم ستهم. طيب ووسيم؟ شو بو السيد وسيم؟ عند سته. ما سمعتي مرام شو قالت مبارح؟ انه بدها تنزل عبكير؟ ايه وشو بعمل لها؟ هي مشكلتها. يعني امي كيف بدها تلحق؟ لسه بدها تنزل تجيب اغراض الطبخ وتطبخ؟ حبيبي انا شو خصني؟ اذا امك متمسكه بوسيم انا شو دخلني بالموضوع؟ خلصيني هلا، لا تفتحي لي الموشح اليومي. تفضلي. يا ترى بيكونوا عم يطعموني؟ معقول هالحيوانة لينا مدت ايدها علي بغيابي؟ معقول لسه لهلا ما ملوا منه مشان هيك ما حدا حكى معي اجي اخده؟ يا ربي ليش؟ ليش كل هالعذاب والظلم؟ رجعي الشتة وروحي على دوامك وقصر الشر. الشر اني ضل هون او ببيت عمي، خليني روح على بيتي برتاح وبريح. حنين
لكي شدعتك بابا وانا بوعدك انه ما عاد حدا يزعجك بهالبيت. يا بابا انا ما عاد اقدر اعيش بدون ابني، كرمال الله ليش ما حدا فيكم عم يحس فيني؟ ابنك رح يرجع، الموضوع مساله وقت بس، الا ما يدقوا لك ويقولوا لك تعالي خذيه. لا حبيبي اذا بتريد خليني. لا ما رح خليك تروحي، حتى على دوامك ما تروحي لحالك، انا وعتاب بنوصلك. لا شكرا، تفضل روح لحالي. ماما جيبي لها فنجان قهوه خليها تشرب معنا. فوتي اختي فوتي، اعطيني الشنطه فوتي. فوتي 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 بابا. فوتي. كيفك؟ شو الأخبار؟ الحمد لله. كيف أصبحتي؟ زوجك شهيد؟ إيه الله يرحمه. ليش؟ قد إيه ضليتوا مع بعض؟ 8 شهور بس؟ خلص يعني ما شفتوا بعض؟ لا عندي غسيل لكم. الله يخليك. الله يسلمك، بس للأسف ما شافوك، خلق بعد ما مات ب3 شهور. كان ضابط؟ لا احتياط. صعبة كثير ما هيك؟ شو هي اللي صعبة؟ يعني هيك الموت الفجائي. هي صعبة أكيد، بس الأصعب تداعياتها. كيف يعني؟ لا هي كيف شرحها كثير بطول. وأنا عندي رغبة شديدة إني أسمعك. غريب. شو الغريب؟ ما تعودت حدا يسمعني. أول ما بلش أشكي بلشوا يتأفأفوا ويملوا. أوف، شو السبب؟ ما حدا عنده رغبة يسمعهم. ما صارت عم تدور على الفرح، مليت من الحزن والقهر بعد الحرب. ايه مزبوط، يعني هلا كلنا ملينا، بس انا فعلا عندي رغبة كتير قوية اني اسمعك. شكرا استاذ ابراهيم، يعني بس حس حالي قادرة احكي بجي وبقول لك. على راحتك. الله يسعد صباحك مدام حنين. الله يسعد صباحك استاذ ابراهيم. اهلين فادي. شو بتحب تشرب بهالفترة؟ بهالفترة بحب اشرب قهوة وسط إذا سمحت. شو تشربي مدام؟ قهوة سادة. إذا سمحت واحد وسط وواحد سادة. تكرم عيونك، عد لثلاثة وكونوا عندك. واحد. اثنين. ثلاثة. أنت من حمام؟ أنا من ريف حمام، متقلع على الشام لهون. ليه؟ الضيعة عنا تعتبر يعني ضمن منطقة ساخنة، والوالد أعطاكي عمره من فترة، وأمي عايشة بالأساس مع أختي هون من لما كانت أختي طالبة جامعية، وأنا ما عاد أقدر ضل عايش هنيك لحالي بسبب الأحداث والحياة صارت صعبة كثير، فانتقلنا كلنا لهون. أختك كبيرة؟ يعني أصغر منك بشوي، مخطوبة هيك ومقبلة على زواج. آه بس هيك حرام أمك تضل لحالها. لا لأني أنا ما بتركها. الله يخليكم لبعض. شكرا كثير. انبسطتوا بهالمشوار؟ والله كثير كثير انبسطنا يا مكرمي، مشتهيناكي تكوني معنا. ايه تسلمي. شو طمنيني ان شاء الله الولاد ما عذبوكي؟ لا والله قعدوا طول الوقت عم يلعبوا. ان شاء الله تغدوا. لك شو غديتيهم؟ غديتهم حواضر. شو؟ وليش ما طبختي مرت عمي؟ لانه حبيبتي انا ما في اترك ولد عمره سنه ونص لحاله بالبيت وانزل جيب غراض من السوق. وشو فيها يا مرت عمي لو اخذتي معك على السوق؟ والله برايك انه سهل علي كثير اني احمل غراض واحمل وسيم واطلع فيه على الدرج؟ يا مرت عمي مو ضروري تحملي، خليه يمشي. ولك هذا طفل يا بني آدم، طفل بدك ياني مشي بالسوق طول الوقت وطلعوا على الدرج ماشي؟ لا مرت عمي لا تمشي، ضيعانه لسيد وسيم، حرام خطي.
أنا عندي لك حل تاني إليك. من هلأ ورايح أولادك هن اللي حينزلوا على السوق يجيبوا لي الغراب، وأنا لأنه ما فيني أترك وسيم لحاله بالبيت. لك مرت عمي أنت شو عم تحكي؟ والله هذا اللي كان ناقص. زهير يا زهير تعال اسمع عمك شو عم تحكي. بدك أولادي أنا بصير معهم وجع ظهر على بكير؟ ولك أنت من شو الله خالقك؟ من شو؟ بلشنا؟ لينا فوتي نبري قدامي لجوا. هذا سيد زهير؟ هذا اللي شاطر فيه أنت؟ نبري قدامه يلا. أصلاً أنتوا هذا اللي شاطرين فيه، بتخانق قدامنا بعدين بتفوتوا على الأوضة تتصلصلوا وبتاكلوا هوا. أنا شو هالجيل هاد؟ مرحبا عمي. الحمد لله. الله يخليك. معلش احكي مع وسيم. نايم. طيب عمي لو سمحت معلش بس في دق لي تخليني احكي معه، كثير مشتقت له. طيب شكرا كثير، اسلم، مع السلامة. أكيد ماله نايم، أكيد ماله نايم. وعم يكذبوا علي ويضغطوا علي كمان، كله مشان يا أرجع أعيش معهم يا يحرموني منه. بس بسيطة شو علي، نتحاسب. رح أصبر هلا يا أمي على بعدك، بس الله كريم بكرة إن شاء الله بترجع لحضني. ألو أهلين، مين؟ عفوا مين إبراهيم؟ أهلين أستاذ إبراهيم، من وين جبت رقمي؟ أخذت رقمك من إدبارتك. خير في شي؟ لا ما في شي أبدا، بس حسيتك اليوم هيك طالعة تعبانة مانك مرتاحة فحبيت أطمن عليك. شكرا كتير. لا ما في شي، شكرا. يعني مدام حنين أنا هيك في شغلة حابب أقول لك إياها. بتمنى أي شيء بتحتاجي أو بتحسي إنه ممكن أخدمك فيه أنا جاهز وحاضر. تسلم أستاذ إبراهيم، ما بدي غير سلامتك. الله يسلمك. بدي أقول لك كمان شغلة، أنا بعرف إني حشري وفضولي وعم أتطفل عليكي، بتمنى تكوني مثلي هيك جريئة وتقولي لي أي شيء بدك إياه وأنا جاهز فورا. شكراً كتير، برجع بقول لك ما بدي غير سلامتك. شكراً، تصبحي على خير. أهلي، مع السلامة. غريب شو بده مني هاد، بس يلا كتر خيره، طلع في خير أكتر من القريب. لا تيتي لا حبيبي، لا 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 يا روحي انت. تعال تعال تيتي، تعال حبيبي، تعال يا روحي انت، يا روحي يا روحي. يلا قلها للماما باي يا تيتي، يا روحي انت. يلا قلها باي 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 باي. ليه صباح النور، شو سر الابتسامة؟ يا سيدي مريت الصبح شفت ابني وما عملوا لك مشكلة؟ لا رحت بعد ما نزلوا الكل وما ضل بالبيت غير مرت عمي. كيفه الصغير؟ يا أبر قلبي بكي كتير وأنا طالعة من البيت، والله العظيم ناطف قلبي على ما أخده. لا بعيد الشر عنك، قدي صار له بعيد عنك؟ هاي حيصار لي 20 يوم. كم مرة شفتي فيه؟ شي 3 مرات. طيب وبعدين؟ والله ما بعرف، أنا واقعة بالنارين،
لا بالأحرى وقع بين ثلاثة. أوف، شو هني؟ يا بعيش ببيت أهلي بعيد عن ابني مع مرت أخي اللي مكرهتني عيشتي، يا بعيش ببيت عمي اللي الكل فيه بيكرهني، يا بعيش ببيتي لحالي أنا وابني وبتحمل المسؤولية، بس هون الطرفين ما حيبطلوا ضغط علي. يعني بكل الأحوال كرهانة عيشتك؟ تماما. طيب أنت مو متوقعة أو مفكرة أنه ممكن يصير شيء بالحياة يطفي عي النار اللي حواليك وبرد قلبي؟ ما بتصور في شيء بالدنيا بيخليني أرجع أحب عيش أو يطفي النار اللي جواتي. لا تيأسي، الله كريم. الله يسعد صباحك أستاذ إبراهيم. أهلين وسهلين. تفضل هي أطيب فنجان قهوة بالعالم. الله يسعد صباحك مدام هنين. شلون أكل معي ثلاث دقايق؟ لا لا ما أكل معك ثلاث دقايق، وبعد إذنك بدنا واحد ثاني سادة للمدام هنين. تكرمي مدام. مدام حنين؟ نعم. أنت ما فكرتي تزوجي بعد المرحوم زوجك؟ لا أعوذ بالله، شو الجواز؟ أنا من دونه جواز مو خالصة. كيف يعني؟ يعني عائلتي وعائلة جوزي عم يتعاملوا معي على أني عيبة بس لأني أرملة، وبيموتوا رعبة من كلام الناس، فكيف إذا تجوزت وهيك بكون أنا سمحت له للناس يحكوا على سمعتي؟ هلأ إذا تجوزتي بتكوني عم تخلي الناس يحكوا عليكي؟ طبعاً. أوف، بالعكس بيقولوا الزواج سترة، يعني وانتي رح تتزوجي وتروحي على بيت زوجك وصير هو مسؤول عنك، وبالتالي حينشال عن أهلك هالهم يلي هن شايفينه عيبة. هي وجهة نظرك إلك، بس في وجهات نظر كتير بمجتمعنا بتخالفها. ايه صح، بس هو بالعموم أي فكرة بالحياة إلها وجهات نظر متعددة، المهم هو النتيجة. حتى بسيط للأمور بالتنظير فقط، بعدين دخيلك بس يبقى يجي هذا العريس اللي بيرضى بأرملة وعلى إيده ولد ابقى لي. يعني شو مثلا وقتها بتغيري رأيك؟ لا. حتى لو عرفتي مين هو ما بتغيري رأيك؟ كمان لا. حتى لو قلت لك إنه هذا العريس هو أنا؟ Thank you.
ماما دقي لي لاختك شوفها وين صارت، استفقدها، تاخرت كثير. بتكون اخذت راحتها لانها بعدت عن بيت حماها، هنيك في مين كابت على نفسها، بس هون ما حدا عم يلعب هذا الدور. انت سامعينا سكوتك. هاتي ماما صحيح، هاتي حط لك بطاطا. الو ايه اختي، وينك لهلا؟ ببيتي. شو عم تعملي هيك؟ ما في شيء، جيت هوي شوي. مطولة؟ ايه والله مطولة شوي. نحن عم نستناك يا رغدة. تغدوا انتو. شكرا، بس ارجع بسخن وباكل. طيب ماشي ماشي، مثل ما بدك. لا تطولي. اهلين اختي، الله معك. شو احمد؟ مرت على بيتها بدها تتفقده وتهوي شوي. نيارة عندها بيت وما أنا بحاجته، غيرها بحاجة بيت وما عنده. يا حسرة. انت كملي صب أكل وسمعينا سكوتك ولا تدخلي بشي ما بيعنيكي. يعني ما نستناها؟ لا ماما لا، هي بس تجي بتسخن بتاكل. يلا قولوا بسم الله. بسم الله. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ منيحة. كأنك جاي بكير ما؟ بالصدفة. حنين؟ نعم. متضايقة مني شيء؟ لا أبدا. أكيد؟ أكيد. أستاذ إبراهيم فيني أسألك سؤال؟ إيه طبعا. هلا أنا فيني أرفع دعوة على بيت حماي وأخذ ابني؟ هلا الولد من حقك حضانته، وبعدين هو لما بيكبر بيقرر مع مين بده يعيش، سواء أبوه أو أمه. طيب بتساعدني؟ طبعا. بشو؟ بدي أرفع دعوة على بيت حماي مشان أخذ ابني. يعني حرام، ما بيكفي الولد انحرم من أبوه وهو صغير، كمان ينحرم مني؟ الحق معك. خلص ولا يهمك، اليوم مساء مرون عند محامي أنا بعرفه، نستشيره بالقصة. شكراً كتير أستاذ إبراهيم. لا ولو، أنا بدي خدمة تحرز، بس يعني كأنه أنت ما بدك حدا يعرف أنك رافعة دعوة. لا رح يعرفه أكيد. طيب ليش مو أبوك أو أخوك بيساعدوكي بالقصة؟ لأنه مو رضياني. ليه؟ مرت أخي ما بدأ ابني يعيش معي، وأخي مضطر يراضيها مشان ما يخرب بيته، مشان هيك ما عندي أمل أنه يساعدني. طيب أبوكي؟ أبي ما بيهمه شي بالحياة غير حكي الناس، مثله مثل أمي. ما بعرف ليش بتعاملوا معي على أني عيبة بس لأني أرملة. خلص لا تاكلي هم، أنا رح ساعدك ووقف جنبك بكل الأحوال، سواء يعني وافقتي على العرض اللي عرضته عليك مبارح أو ما وافقتي. لا تخافي، أنا ما بدي منك مقابل، لأنه بتخيل أنه هذا الشي ممكن يصير مع أختي، خصوصا انه خطيبه بالجيش، مشان هيك انا تعاطفت معك ورح وقف معك. يعني انت عرضت علي الارتباط شفقه؟ ايه شفقه، بس مو عليك، شفقه على حالي. ما فهمت. حالي حبك ومسحر بنظره عيونك الجذابه. هلا واضح انه مصدرها حزن، بس هي اكثر عيون سحرتني بحياتي. طلعت القصة كتير سهلة، مجرد طلب إداري للقاضي الشرعي لاستلام المحضون وبعدين على التنفيذ دغري. لك إيه وعند خمسة أيام. لك إيه بخمسة أيام؟ إن شاء الله. يا رب، يعني احتفالاً بهي المناسبة، تقبلي عزيمتي هيك على فنجان قهوة؟ لا دخيلك، والله ما بقدر أتأخر. لك ليش لهالدرجة؟ لو أكثر أنت ما بتعرف شيء. ما بأخرك، بس نص ساعة. نص ساعة بس؟ أكيد نص ساعة. طب يلا. تفضلي. بعرف حنين انه الفترة اللي بنعرف فيها بعض هي تعتبر فترة قصيرة، بس في شيء بين البشر يعني بسموه التجاذب، بسموه الكيمياء احيانا، وفي ناس بسموه حب من النظرة الاولى.
انت بتقصد بكلامك النظرة الأولى؟ انت حبيتني إلي عن جد؟ وحياة رحمة أبي وراس أمي إني أنا حبيتك عن جد. أستاذ إبراهيم، أنا ما بدي لا حط حالي ولا حطك بمشاكل مع أهلي وأهلك. أنا أهلي لا تعكيهم. كيف ما أكلهم؟ بكرة أمك رح تصرع راسك، ما لقيت غير هاي الأرملة اللي على إيدها ولد؟ ليش قلة البنات عند الناس؟ مو مشكلة، أنا بتحمل. بس أنا ما بتحمل، لأنه اللي فيني كافيني وزيادة. طيب خلينا نعطي حالنا فرصة. صعبة كتير. وين الصعوبة بالموضوع؟ شو بدهم يقولوا علي؟ ما صار لها سنتين أرملة، لحقت تنسى وتتجوز؟ مين هنن يلي بدهم يقولوا؟ الناس. هلأ صار بهمك حكي الناس؟ وصار بهمك كلامهم وشو عم بيقولوا؟ على حظي يا حنين؟ لا مو هيك، بس الناس هدول هنن أهلي وأهلك وأهل ابني. معلش قلك شي، انتي شو عاملة بحالك؟ انتي حاطة حالك جوات خزانة مسكرة بوابة، وحاطة هاي الخزانة جوات غرفة، وهي الغرفة كلها بقلب بيت، وهذا البيت مقفول بابه. انتي ليش هيك عاملة بحالك؟ تخيلي قلبك انه هو يقارب وإله شراع، وخلي الريح تاخده وين ما بدها. بهاي المعادلة أهم شي هو ابنك وانتي وبس. ما هي هاي المشكلة ابني. شبه كيف فيني اضمن له مستقبله إذا ما فاتت جوازك؟ لا يا حني، عم تاكلي هم ابنك وأنا موجود؟ هذا ابنك ابني وبعمره ما بينضام طول ما أنا عايش. يا أستاذ إبراهيم، أنت ما بتعرف من هدول الناس اللي عم توقف بوشهم. هدول ناس كتير صعبين وقاسيين، وأنا أصعب منهم وأقسى منهم، وبقدر واجههم لما أكون على حق. شو قلتي؟ ما بعرف. طيب أنا بدي منك شيء. تفضل. بدي إياكي تعزليني عن مشاكلك الشخصية وتتعاملي معي على هذا الأساس. ما فهمت عليك. يعني تنسي إني أنا أجيتك بهذا الظرف الصعب وبهي الأوضاع المانا منيحة، ونتعامل مع بعضنا كأي شاب وصبية عم يتعرفوا على بعضهم وعم يعطوا حالهم فرصة لحتى يتقربوا من بعض أكثر. يا أستاذ إبراهيم، أنت كتير عم تصعب علي هيك. طب أنا رح أقول لك شيء، خلينا هلأ نضل زملاء، وبس يصير ابني بيحضني ويرتاح بالي نبقى نحكي بهي القصص. طيب ماشي. حنين. نعم. فيكي تحبيني؟ يعني أنا بدي إياكي إنك تنسي للمرحوم زوجك وتشيلي من بالك. ليش؟ لأنه راح، استشهد الله يرحمه، ما عاد موجود. بس لازم تعودي حالك انه تطلعي من روحك، تخلعي منك، يعني تنسي انه هو كان موجود بحياتك. فيني اسالك سؤال؟ تفضلي. انت كيف فيك تحب واحدة مثلي؟ ليش بكي انت؟ اخلاق وتهذيب وجمال وعلم وادب وارمله وعلى ايدها ولد ومحاوطه المشاكل من كل الجهات. هي كلها تفاصيل مؤقته بتروح مع الوقت، هي ما حتستمر، هي مرحله واكيد حتنتهي، واللي بضل هو الحب بس. خلينا نمشي لو سمحت. تكرم عينك. الحساب لو سمحت. نعم مكتبك. عاوز تقابلني ليه؟ يا كوري، وانا ماليش عندي وقت. انا عايزه اشوفك ولا عايزه اعرفك. تقولناش بس انك دوينا انا. صح حبيبي. هلا ما عرفت حدا بده يحكي كده. والله طولت هاي، وين بدك تكون كل هالوقت؟ لك شو دخلك فيها؟ تركيها بحالها ما بكفي اللي فيها؟ تركيها تنوه عن نفسها؟ اي مرت عمي، يعني انا اكيد مو مشاني، انا مشان حكي الناس. انت ما دخلك بحكي الناس، انت هيدي بحالك. اي امرك. ها اجيت. اهلين بابا. يا مساء النور. اهلين بابا. طمنيني، مبسوطة بمشوارك؟ الحمد لله انبسطت كثير. ايه الحمد لله. حط لك اكل جوعانه؟ لا شبعانه حبيبتي، فايته اتسطح شوي لانه تعبانه. بابا خليكي شوي تسلي معنا. لا بابا خليني على راحتي. صباح على خير. الله معك بابا. اللي عارف شو تعبانه بس عارف اللي بروح مشوار يرتاح اكثر جوعانه حتى تعبانه. شو قصدك وليك؟ ايش قصدي؟ يعني ما قصدي شيء. اسمعي،
إذا بسمع منك كلمة هيك ولا هيك أو تلميح لسانك بدي أقصه سمعاني؟ إيه شو كفرنا؟ إيه كفرتي؟ لك شبكو؟ شو عم تقرغي؟ ما في شيء إني ما في شيء قومي ساوي لنا قهوة. خلي أختك تساوي لك قهوة. قومي أنت ساوي قهوة أعمل لك وليك قومي. أنا قايمة ساوي لكم قهوة. تزعل مني؟ أكيد رح تزعل، بس أنت كمان خيبتني وما ضليت معي. أنت زتيتني بالنار ورحت وما بقى ترجع، وأنا والله النار عم تأكل بجسمي وبقلبي وبسنيني. لحالي وما في حدا جنبي، ما لقيت السند لا عند أهلك ولا عند أهلي، بس لقيته عند الغريب. هو شاف وجعي وحس فيني من دون ما أقول له أخ، حتى عم يوقف معي ليرجع لي ابني لحضني. لا تتطلع فيني هيك وكأنك عم تعاتبني، مشان الله ارحمني بحاجة تعاتبني. ارحمني أنت لأنه أهلك ما رحموني، بس أنا والله العظيم بحبك ورح ضل حبك. بس أنا لازم أطلع من وجعي، أنا صغيرة وما عم بتحمل كل هالشي، مشان الله سامحني. وأنت ماما حبيبي، أنا بعرف إنهم حيحرضوك علي وحيضلوا يعبوا بقلبك لحتى تكرهني وما بقى تطيقني، بس بكرة إن شاء الله لما تكبر رح تشوف وتعرف قديش أنا بحبك وقديش هن ظلموني وقهروني، وأساساً هن اللي وصلوني لهي القناعة. طب ليش أنا ما بحق لي أتجوز؟ طيب وافترضوا أني حبيت بيوم من الأيام، مين بيحرم الحب؟ أصلاً الحب الله خلقه بقلوبنا لنعيشه، الناس هي اللي بدها تحرمه. إيه حاجتك بقى، صار لك ساعة عم تحكي وتلاقي لحالك مبررات. طب ليش؟ طب لو افترضنا هالشي مو من حقي؟ والله حقي. خلص حنين شبيك، احسن شي نام هلا وما اخذ قرار. بكره ان شاء الله بتصير الظروف مناسبه وبنحل كل شي. سويت لكم قهوه، تفضل عمو. اي والله ايش الوقتها. أنا رح أقوم نادي لحنين تجي تشرب معنا قهوة. تفضل. إيه أحسن ما عاد لحالها عم تحكي مع الصور والحيطان. بس خلاص قلبك اللي غالي عليا ده أنت رميته على فرق. حنين؟ يا حنين؟ ماما قومي اشربي معنا قهوة. الله يهدي سرك ويشكر بخاطرك يا رب. شو طمنيني؟ لقيتها نايمة بسابع نومي. الحمد لله. أبصر شو عاملة لحتى نامت بهالسرعة. يا عمري سارة، هلا كشفت عليها يا عمري شو عم تتقلب يا عمري؟ اعطيني مي. تفضل تقبرني. هيك بسهولة بتخلي عني؟ ما توقعتك خاينة. أنا مالي خاينة. شو بدك يعني ضل وفية لعظامك تحت تراب؟ إيه لازم تضلي وفية مشان الناس تحترمك. وشو أنت من احترام الناس؟ راحت البال مثلا؟ ايه طبعاً. بس أهلك ما خلوا بالي يرتاح ولا لحظة، هنوني وفوق هيك ظلموني وقهروني وأخذوا ابني من حضني. وأهلك مقصروا بعرف، مشان هيك بدي حدا ثالث يكون سند لإلي، بركي بلاقي العدل عنده. وأنا؟ لك أنت شو أنت تركتني؟ شو يعني؟ يعني لازم ترحمني بقى. أنا بدي أخذك. بدي موتك. شو عملتني؟ ليكني
اسكتي يا عم. خلاص مني انا. خلاص موتي موتي. حنين قوم تقولي لي قوم من الشباك. الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. خذي اشربي امي اشربي اشربي. اعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. كابوس فظيع امي. شو كابوس تقولي شو بك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ماما ايه تقبريني؟ ان شاء الله نعمل جنبي اليوم. ايه تعبانة وخايفة. لا تخافي تقبريني انا جنبك. لا تخافي يلا خليني بس اطفي الضوء حبيبتي. يلا تقبريني يلا يلا يلا, يلا. خدي حطيها تحت راسك هاي. بسم الله يلا تقبريني. ست حنين ما عم تفكر تيجي تشوف ابنها او ترجع تعيش معه؟ والله حبيبتي بجوز ست حنين ما صدقت انت تخلص من ابنها مشان تعيش حياتها بلا قيود وتدور على حل شعرها. خلصي انت وياها وبلا حكي فاضي. هي بتضلها مرت ابني وامه لحفيدي. عم تفهموا؟ وعيب عليكم تحكوا عليها هالكلام، ما بجوز. واو مرت عمو من امتى صايره بتدافع عنا؟ مالك بالعاده؟ حبيبتي انا عم بحكي كلمه الحق. والحق بخولك انك تسرقي الولد من امه؟ انا ما سرقته، هذا مو حفيدي، هذا ابني. عم تفهمي؟ والله صايرين كلنا منحلل ومنحرم على كيفنا، ما في قاعده ثابته للحلال والحرام بحياتنا غير المصلحه الشخصيه.
صباح الخير. صباح النور. ليش كل هالجفا يعني؟ أي جفا؟ شو أي جفا؟ مانك عم ترضي تطلعي بوجهي؟ لا أبداً، بس مشغولة شوي. جبتي لي أوراق مشان أروح لعند القاضي الشرعي؟ جبتي. ماشي. وأي ساعة بدنا نروح؟ ما تعذب حالك، روح لحالي. وليش بقى؟ ولا شيء، ما بدي اعزمك. حنين؟ شبك شو صاير؟ طلعي فيني لشوف شو صاير. جوزي. زوجي؟ صباح الخير. اهلين، صباح النور. اذا بتريدوا بدي وقع المعامله. اخي روح وارجع بعد نص ساعة. ليش بعد نص ساعة؟ نحن هلا بدوام الرسمي. اعطيني اياها. تفضلي. اعطيني هويتك لو سمحت. لك يسعد لي هالصباح يا ام احمد، تعي. الله يسلم هاليدين. الله يسلمك. ام احمد، انت ليش انت عند حنين امبارحة؟ لكن امبارح فت على المطبخ بدي اشرب مي، سمعت عم تصرخ، فتحت الباب عليها لقيتك انا جاي كابوس البنت، ترجتني قالت لي ماما نام عندي، نمت عندها. يا الهي هالبنت شو حظها مع الدار؟ نصيب. مثل ما تايل بهالبلد. آخ آخ آخ، شو عملت هالحرب فينا؟ أي والله. السلام عليكم. إبراهيم شبك عشوائي حتقلعه للزلمة؟ أنا ما تحملني عادي، طبعا بدي أقلعه. شو؟ امبارح حلمت فيه خانقني ويعيط علي ويقول لي خاينة، لك عشوي كان حيموتني. حنين، انت هذا الشيء اللي عم تعيشيه هو يعني نتيجة صراع بلا وعيك، صراع عم يجيكي بالمنام وخليكي تكبسي فيه. أي صراع؟ الصراع بين الحلال والحرام، الصراع بين الإيه واللا، الصراع بين الصح والغلط. ممكن. حنين، يعني مو معقول منام يخلي هيك ردة فعلك سلبية تجاهي. أنا بدك تعرفي إنه أنا بحبك وبدي إياكي، وهي الفكرة لازم تحبيها وتآمني فيها مشان تصير قريبة منك وتقدري تتقبليني. أي ساعة بدك تروح لعند القاضي؟ هلا باخذ إجازة ساية ومنروح. وأنا جاهز. عيونه وقلبه وروحه وعمره وحياته لابراهيم. شكرا انك استوعبتني. لا انا ما عم بستوعبك، انا عم وحد روحي مع روحك، مع انه اصعب من توحيد الدول العربيه. تحكي تحكي، انت احلى بكثير وانت عم تضحكي. قديه صار لك ما ضحكتي؟ تصدق مالي متذكره. ان شاء الله كل ايامك ضحك وفرح. استاذ ابراهيم، احلى فنجان وصل. يسلموا. الله يسلمك. اهلا وسهلا. تفضلي مدام حنين. يسلموا. الله يسلمك. انت شو عرفك من القهوه؟ ولو يا استاذ، من غير ما تطلب انا بعرف مواعيدك. الله يكرمك. ويا خدمه ثلاثه ثلاثه ثلاثه، وكمان ثلاثه بكون عندك. ايه على راسي. اسمع لا لا، تفضل بعد شوي جيب لنا ثلاثه بواحد. تكرم استاذ، عد لثلاثه بس. الكوابيس عم يشوفيها هي انعكاس الحياة الصعبة اللي عايشتيها، لهيك عم تتعذبي، لازم تطلعي منها. بابا كيف بدي اطلع منها؟ كيف بدي اطلع وانا الهم والحزن محاصريني من كل الجهات؟ يا بابا صعاب الحياة ما بتنتهي، لازم تعيشي الفرح، الفرح بيكسر الحزن. ماما إذا بتشغلي حالك بتفاصيل الحياة بالقعدة معنا، بتسلي، بتغيري شكل، بتسمعي خبر من هون، قصة من هون، أحسن محابسة حالك بين أربع حيطان،
دوبك تشوفي لي الصور القديمة ولا تسمعي غنية حزينة، شو بدك بهالقصة لك أمي؟ أمك معاها حق أختي، أنت لازم تطلعي مع رفقاتك أو تزوري الجيران. طيب مانك مشتاقة لحكايات أم محمد؟ مو جاي على بالك تبصر لك سوزان؟ طيب يا أختي خذي رفقاتك وروحي لعشي كافيتيريا أرجلي. بطلت الأرجلي أساسا، وسيم الله يرحمه منعني عنها من لما كنت حامل. يلا يلا. مرحبا اختي. اهلين. هون بيت زويا سلمان؟ اي نعم. طيب هو موجود؟ لا والله هو بالشغل. طيب في حدا بينوب عنه؟ انا امه. قلي خير، مين حضرتك؟ انا محضر من المحكمه. شو خير؟ شو في؟ في اخطار من القاضي الشرعي بتسليم المحضون وسيم لوالدته حنين خلال 5 ايام. شو عم تحكي انت؟ هذا اللي عم تحكي عنه هو ابن ابني الشهيد، هذا انا مربيته، انا قاعد عندي، هو انا الي هاد، بس الحدا ياخذه. شو عم تحكي انت؟ يا اختي انا الحكي ما بعرفه، وقعي لي على الاخطار ولازم تسلموا الطفل خلال 5 ايام. شرفي وقعي لي هون. يلا يعطيك العافيه. أنا مصيبة، قولي على أمتي. شكله وصلوا الإخطار. مين؟ هذا السيد زهير. ردي ردي. ألو. مرحبا ست حنين. أهلين. وصلت معك للقاضي الشرعي وتبعتينا أخطار على البيت؟ والله طلبت ابني بالحسنى ما رضيته، فما قدامي غير هذا الحل، وشكلها هي اللغة اللي بتفهموا فيها. عم تتحدينا؟ هيك شي. شو رأيك إذا بتطقي وبتموتي الولد ما رح نرجع لك يا؟ وشو رأيك إذا أنت بتطق وبتموت بدي أخذ ابني غصب عنكم؟ ولعلمك القانون معي. تكرم عينك. نتواجه يا ست حنين يا مرت أخي. نتواجه. كتر خير الله انك متذكر اني مرت اخوك. ليش انت اساسا احترمته لاخوك ولا احترمتني؟ ماشي نتحاسب. تكرم عينك. شوفي ما بعرف، معصب وجانن على الاخر. شكلهم ما توقعوا اني الجا للقاضي. لا تخافي لا تخافي، ما بيسترجوا ولا بيقدروا ما يعطوك الوسيم. خايفة كتير براي. خايفة حنين، طول ما أنا جنبك لا تخافي ولا تزعلي ولا تبكي. شو فين على الباب؟ وين الست حنين؟ شو لسه بقول لنا؟ أهلا وسهلا يا ما بدي اتفضل، كلمتين ورد غطاهن. خير خير يا زهير. بتخبر الست حنين انه وسيم ما رح تاخده من حضن سته لو بترفع مليون دعوة، مشان هيك بتخليها تسقط الدعوة احسن ما يصير شي ما يعجبها. عن اي دعوة عم تحكي انت؟ اهلين سيد زهير. شوفي حنين احكي. بابا انا لهلا محترمتهم لانهم هن اهل ابني والمرحوم جوزي، رغم انكم ما خليتوا للحب والتفاهم مطرح. اذا بتريد تفضل انقلع من بيت اهلي مثل ما قلعتوني من بيتكم، والدعوه ما رح اسقطها، وابني بده يرجع لحضني مو لحضن سته، لانه انا ماني مضطره اتحمل عقدكم النفسيه واتحمل ناس لا فهمت ولا قدرت ولا حست انه حرقه قلبي ما بتقل ابدا عن حرقه قلبكم. هذا اخر كلام عندك؟ اي نعم اخر كلاماتي. اذا بتحب تقعد باحترامك تفضل لنشربك قهوه، ما بتحب الله معك. ابنك بده يجي يقعد معنا هون بالواع والويع؟ انت اطمني واخرسي استعداد، لا تخافي ما رح فرجيكي وشه ابدا لابني مشان ما يوجع لك راسي. اعطيني شويه وقت وراح اعيش ببيتي.
هل بدهم ياخذوك مني يا تيتي؟ هل بدهم يحرموني منك قال؟ هن والموت واحد. الموت أخذ أبوك مني. وهن يا تيتي بدهم ياخذوك مني. مستحيل يا تيتي، مستحيل. بك ما بيعرفوا إنه أنا بحبك كتير وبموت فيك. تعال تيتي تعال يا روحي تعال تعال. يلا يلا شرب حليب، شرب يا أمي شرب. ما بيعرفوا إنه أنا راجع أعيش مع وسيم حياة جديدة، جديدة فيك. هو رجالي، وسيم رجالي، لأنه بحبني وما بده يقهرني. رجالي حتى حممه ولبسه وطعميه ونايمه بحضني. سكتة سكتة تا تا تا. يلا يا عمري يلا. أنا بحبك، أنا بعشقك. أنت فتاة أحلام كل شب، لأنك أنثى حساسة ودافية. أنت قبلي تتزوجيني وأنا رح أبني لك قصر من السعادة. وبتقدر؟ طبعا بقدر، لأني بحبك. أنا المارد اللي بده يطلع من المصباح تبع علاء الدين ويقول لك شبيكي لبيكي وآخدك على بساط الريح. انت بس قبلي تتزوجيني وقولي ايه وتركي الباقي علي. قولي ايه. شو ايه؟ خلص ابراهيم. عن جد؟ ان شاء الله ايه. لك رح اسعدك، رح العن ابو الحزن وما عاد بقى خليه يقرب منك. رح خلصك من كل العذاب اللي انت فيه. ايه يلا منحكي بعدين. يلا روح باي. أنا بكرهك عم تفهم؟ أنا بكرهك كتير. ليش تركتني بغابة كلها وحوش؟ لك هذا الحب اللي وعدتني فيه، هذا العمر الطويل اللي حنعيشه سوا، طلع العمر عندك كم شهر وبس. انت ما وفيت بوعدك إلي، مشان هيك انا بدي خون الوعد. ايه بدي خون. منهم مشفى خاص لسرع الاعضاء وقت الاحداث ببعض. انت هون؟ معظم الطلاب. اهلا وسهلا. اهلا بابا، شباب مبسوط الحمد لله اليوم. ايه الحمد لله ماشي الحال. شو امي صاير معك شي جديد؟ لا ليش؟ هيك انا شايفتك مبسوطة ومشقرقة. عن جد؟ يعني اللي ما بيشوف بينتبه انك انت مبسوطة. ايه ماما ما في شي، بس مو انتو قلتولي وصرعتوني فكري بإيجابية ومدري شو فحاولي. هذا هو الصح بابا، برافو عليكي. شو وين عتاب احمد؟ بغرفتهم. بتعرفي ماما انا كتير مشتاقة لسارة، بس هالشرنة عتاب ما هنتني فيها. وينها؟ نايمة تقبر عيوني. يلا بكرة عطلي إن شاء الله بدي أخدها مشوار. أنت ومين؟ شو أنا ومين؟ لحالي. هي بتخليكي إما؟ إيوه وما أحلاها ما تخليني، وإذا ما خلتني بقول لأحمد. إيه؟ شو علي؟ طيب أنا بدي أعمل قهوة، أعملكم؟ منيح بدي أسوي لك بابا، الله يرضى عليك يا رب. يلا على عيني. أنا دلعي شوي تقبريني. إيه حاضر. أم أحمد أنا شايف البنت كتير مبسوطة الحمد لله. إيه والله أبصر شو صاير معها. ولك شو ما صار يصير المهم إنها مبسوطة. ناوليني حس تفاح من عندك. إيه تكرام. ما بدك تجيبي لي بنوتة حلوة مثل الآية؟ ليه؟ تجيب أحلى منه.
تخيلي بعد سنتين نقعد نفس القعدة ويكون بنتنا وأخوها عم يلعبوا على نفس المرجوحة. إن شاء الله يا رب. بدك تفتحي أهلك بالموضوع؟ بس لرجع وسيم. طيب ومين هز لآية؟ لا بدك تهزني إلي. عن جد؟ قوم يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك يا الله يا الله. ليه سمعتوا لهم ياخذوا مني؟ ليه سمعتوا لهم؟ لك هذا ظلم يا ناس، والله ظلم، والله ظلم. هذا قانون ظالم. انا بدي وسيم، بدي ابني هلا، بدي اياه، بدي ابني هلا، بدي اياه. أمي بكرة بس يكبر برجع لك يا. إمتى يا أمي إمتى؟ بس موت لك، بس موت أمي أنا برجع. أمي شو هالحكي هذا؟ بعيد الشر عنك. لا ما بعيد الشر، الشر قريب. أصلا الشر هون لما أخذوه مني مرتين، هلا حرمتوني منه مرة وقت استرشدوا، هلا هلا هو صغير. أنا إلي هذا، أنا أمه، أنا بحاجته، أنا هو بحاجتي، ما أنا بحاجة حدا، هذا ابني أنا. عم تفهموا؟ طولي بالك يا أم زهير، طولي بالك. والله اللي من جوا عم يتقطع، بس هذا قانون لك يا أم زهير، حضانة الطفل لأمه. أنا أمه، أنا أمه، أنا أمه، أنا أمه. بوس إيديك يا أبو زهير، بدي ابني، بدي ابني، بدي ابني. جدو شو شو جدو جدو الله يحميك يا رب. آمين. الحمد لله يا بنتي، الحمد لله اللي الله جبر بخاطرك. الحمد لله، الله يخلي لي اياك يا ماما يا رب. هي انجبر بخاطره وغير انكسر خاطره. ومين قصدك بغيرها استعيدها؟ سته. يا ترى فكرتي فيها وبمشاعرها؟ شو بيكون صاير فيها هلا؟ لا والله ما فكرت، لانه ببساطه اخر همي. ما طول عمرك أنانية يعني، مش جديد عليكي. أنا أنانية؟ ليش هن حدا فيهم فكر فيني وبمشاعري لما أخذوه من حضني؟ ويا ستي بكل الأحوال مدام أنا أنانية حصير أنانية بالفعل وأخذ ابني وروح عيش لحالي. لا أختي لا، ما اتفقنا هيك. ليش أخي ما اتفقنا؟ أنا لا بدي أكون عالي على حدا ولا حدا عالي علي. بعدين أنا حابة ربي ابني بكل أمر أضع نفسي. تعبي. شو قصدك؟ أنا معقدة يعني؟ إيه هيك قصدي. خلصنا انت وياه. بابا انت وابنك بتعيشي معنا بهذا البيت معززين مكرمين، فهمتي؟ لا بابا اسمح لي، انا مضطرة اعيش برات هالبيت. وانا ما راح اسمح لك تعيشي برات هالبيت لحالك. بابا لا تخاف، انا ما حكون لحالي. وكيف بقى مو لحالك؟ انا قررت اتجوز. شو؟ شو عم تقولي ماما؟ ايه امي بدي اتجوز. ييه إن شاء الله ألف مبروك يا حبيبتي. أسيولك؟ شو يعني؟ مو أنتو خايفين علي لأني بلا رجال وخايفين العالم تعايرني؟ أنا رح جيب لكم رجال يكون مسؤول عني وعن هالطفل، وهيك ما حدا له عندي شي. أنت شو عم تخبصي؟ ليش عم خبص؟ الجواز عيب ولا حرام؟ طبعاً حرام، شو بدك تحكي علينا الناس؟ إيه خلصنا بقى لسه الناس الناس، وأنا وأرمل الناس تحكي علي، وأنا متجوز الناس تحكي علي؟ يعني والله ما عم بفهم، إذا الجواز حرام شو الحلال عندكم؟ الحلال إنك تنضبي وتعيشي عند أبوكي تحت جناحه، مو توطي راسنا بين العالم. يعني والله العظيم ما عم بفهم عليكم، أمركم غريب. عم قلكم جواز، جواز على سنة الله ورسوله، مو بدي روح خطيفة أنا وياه؟ هذا الموضوع ما بدي أسمع فيه حكي، فهمتي؟ ليش بابا؟ لأنه الناس بدهم ياكلوا وشنا ويقولوا إنه ما صار سنتين مترملة وابنها على حضنها ودارت الزواج.
عن إذنكم. ما بتعرفي تقصري سارة؟ ايه ما حكيت شيء. سارة؟ ماما سارة؟ عادي هون حبيبتي. وهذا كل اللي صار. وانتي فورا استسلمتي؟ شو بدي ساوي؟ نحن مو هيك اتفقنا يا حنين. نحن اتفقنا انه نشيل كل العقبات اللي واقفه بطريق سعادتنا. يا ابراهيم شو طالع بايدي اعمل كرمال الله؟ يعني كيف شو طالع بايدك؟ يا ستي منروح خطيفه. لك شو خطيفه؟ ايه انا اهلي بالحلال ما رضيوا خوفا من كلام الناس علي، كان يتجوز بالحرام؟ اولا انا ما قلت بالحرام. منروح على المحكمه الشرعيه بنكتب كتابنا على سنه الله ورسوله وبنتزوج. ثانيا اللي عم تعمليه ما بيوطي راس اهلك، اللي عم يعملوه اهلك بيوطي راسهم الهم. ما عم بفهم عليك. يعني اذا بدنا نعطي اذننا لحكي الناس، فاللي بيسمع قصتك بيقول يا حرام، يا حرام على اهلها، كيف ما خلوها تشوف حياتها وتتزوج؟ كيف بقى؟ ملكي حبيبتي يعني بالنتيجة إرضاء الناس غاية لا تدرك، سواء تزوجتي أو ضليتي أرملة أو ما تزوجتي أو تركتي أو ضليتي، الناس بدها تحكي عليكي وعلي وعلى أي حدا، الناس ما لها شغلة غير تحكي على بعضها. وكمان اللي بيسمع رأي أهلي بيقول لعمة هي شو قليلة ذوق، لحقت تنسى جوزها وراحت تتجوز. يا عيني عليكي، هذا هو حكينا. طيب وأنت أهلك شو؟ أنا أهلي ما في غير أمي وأختي، أختي رأيها ما كثير مهم لأنه بعد كم شهر رح تتزوج، وأمي أنا بقنعها. طيب الله يخليك اقنع، يعني انا ما بدي فوت على بيت جديد اهله كرهانيني، اللي فيني بكفيني. خلص ولا يهمك، بكره بكون عندك الخبر اليقين. ناطرتك. قلت بنات عزابيه بالبلد لحتى تاخذ ارمله وعلى حضنها ولد. لك يا امي يا امي، بس هي البنت اللي انا حبيتها. ليش شبههم بنات اخوالك وخالاتك ولا بنات عمك؟ كلهم حلوين وعزابية وصغار. وحنين صغيرة ومثقفة ومتعلمة وموظفة. بس أرملة أنا ما عندي استعداد ربي ولاد الغربة. بعدين كيف فيك تتقبلها وهي ما صار لها سنتين طالعة من تحت رجال غيرك؟ لك لا يا أمي شو هالحكي هذا؟ عم قلك البنت بحبها بحبها، بعدين شو ذنبها إذا كانت أرملة؟ شو بدهم الناس يحكوا علينا شو؟ لك مشان الله يا أمي مشان الله، لك أنو ناس هدول؟ نحن هلأ عايشين بالشام وأنتي عايشة معنا، نسي هاي طريقة التفكير تبع أهل الضيعة وشو حكوا أهل الضيعة والناس شو بدهم يحكوا؟ لك عم قلك أنا البنت بحبها بحبها، ما فيني أعيش بدونها. أنا مالي موافقة وما بسمح لها تعيش معي بهذا البيت، وإذا بدك تتجوزها رجعني على الضيعة، ما عندي استعداد شوفها. خلصنا بقى إبراهيم، أمك معاها حق. معقولة تاخد وحدة أرملة؟ لا يا أستاذة مرح، يعني أنا آخر وحدة بتوقع أنه يكون رأيها سطحي هو أنتي. وليش بقى؟ شلون ليش بقى؟ يا متعلمة يا مثقفة، نسيتي أنه خطيبك كمان بالجيش وممكن يكون مصيرك مثل مصيرها لحنين؟ بعيد الشر. يه بعيد الشر. يعني هلأ بعيد الشر ولا قريب الشر؟ نحن ما فينا نتخبى وراء أصبعتنا. يعني إذا لا سمح الله يعني صار هيك شيء أنا بضل وفية لجوزي، مو بروح بتجوز. حاجة تنظير يا. إيه لا حبيبي هذا ما اسمه تنظير. لا تنظير ويكون بعلمكم أنا وحنين بدنا نتجوز سواء وافقتوا ولا ما وافقتوا. معناها بتسكنها بغير هذا البيت يا بترجعني على الضيعة. أمي مبروك عليكم البيت، وخلي بنتك وصهرك يعيشوا معك وديروا بالهم عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو صاير له؟ أكيد عملت له عمل. إيه لا ماما مستحيل، شو عم تحكي أنت؟ إيه أكيد ماما. بس عن جد متغير كثير ماما، شفتي شلون هيك عم يدافع عنك كثير؟ شو بدك ماما؟ كلا بلاوة. خد انت لحالك شو بدك؟ خدر ماما؟ صحة. حنين؟ نعم. طاوعيني وخلينا نروح المحكمة. خايفة كتير إبراهيم. من شو خايفة حنين؟ خلينا نحط العالم كله قدام الأمر الواقع. هاد الكلام اللي عم تقوله أكتر من صعب علي، ما بقدر. طيب حنين أنا بدي أسألك سؤال ولا تجاوبيني عليه، جاوبي حالك. أنت مو بتحبيني؟ بلا بحبه. طيب مدام بتحبيني خلي مشاعرك هي اللي تقودك مو تقمعيها.
شو قررتي؟ صار الا وعملت اللي براسها. انا ما عم افهم انتو ليش معصبين؟ خلوها هيك بترتاح وبتريح. وانا ما عم افهم انتي ليش عم تتدخلي بشيء ما بتفهمي فيه. سمعيني سكوتك مشان الله مو ناقصني. ها يعني اولتها واخرتها بدها تتزوج، فخلوها تتزوج هلا وتقصر الشر ببيتنا وببيت حماها. احسن ما تتزوج بعد كم سنه وابصر كم بيت بتكون خربت. الله يغضب عليها وتدرسي بين كل الناس. أنا متبري منها ليوم الدين، لا هي بنتي ولا أنا بعرفها. طول بالك بابا، وحياة عيونك لطلاق غصبا عنا شي بلا هون، غصبا عنا. والله شو؟ أرملة، وبعدين ينسمع عليها مطلقة؟ الآه حبيبي ما حذرته، ما حذرته ينحكى عليه قدام العالم. لكن شو أمي؟ اتركها تسرح وتمرح على كيفها معه؟ لك هلا قد ما هددته وحكيته ووعدته، المخلوقة تزوجت على سنة الله ورسوله، وهلا هي ببيتها، يعني أنتوا مالكن عليها شي. خلوها تعيش مثل ما بدها، مصالح البيت ما لها فوته. يلا حبيبي هلا بدينا ما بيعذبني صح؟ صح. يلا ماما. بلا ما بدك تعذبني، شو حلوة ما حتعذبني صح؟ يعزبك بالكون. مبسوطة؟ كتير مبسوطة. شايفة قديش حلو إحساس المغامرة؟ حلوة بس بتخوف. حنين، أنتي خليتي مشاعرك تقودك، معناها هذا الشيء اللي عملتيه نابع من جواتك، مشان هيك مستحيل هالسعادة تفارقك. بتعرف إبراهيم؟ أنا عمري ما توقعت إني أرجع أفرح وأنبسط مثل باقي الناس. أنت ما بتعرف أنا شو شفت ظلم وقهر. أنت بتستاهلي كل سعادة الدنيا، وأنا مستعد أعمل أي شيء بس أنت تكوني مبسوطة. الله يخلي لي إياك وما يحرمني منك إبراهيم. عمري كأنه نحن عم نتصرف مثل المجانين. ليش في أحلى من الجنان؟ حلوة الحياة بالجنان مو حلوة؟ بعدين كل اثنين بيحبوا بعضهم عن جد هنن أكيد مجانين. أوف ليش؟ كيف ليش؟ بس يشتغل الجنون بيوقف العقل، بس يوقف العقل بيشتغل القلب، ولما بيشتغل قلبنا ونخليه هو قودنا ونحس فيه ونكون حقيقيين وصادقين وواضحين، كل شعراء العالم اللي كتبوا عن الحب اعترفوا أنه هنن مجانين وأنا آخرهم. حبلش أقتنع بالمعادلة تبعك.
أما شو عمل لك مفاجأة يا عمري؟ شو هي اللي؟ فوتي شوفيها. أي شي منيح بنعمل لك هو قليل عليك. شبك شو في؟ شو في؟ لك حنين شبه؟ تجوزت. شو عم تحكي؟ عشان عم تحكي؟ منين جبتي الخبر؟ دقيت لها لأطمن على وسيم قام ما ردت، قمت دقيت على بيت أهلها، ردت علي مرت أخوها وقالت لي صار لها شهرين متجوزة وعاملة شهر عسل كمان، وهلا ساكنة ببيت أخوك الشهيد مع رجال غريب عم تتنعم فيه، لا وأبوها حارمها تفوت على بيته يعني مقلعها. إجيت والله جابها، أنا رح أجيب لك حقك يا أمي لهون لعندك. رجع لي وسيم؟ كيف؟ يا الله يا حنين، ما عم صدق اني حصير ابي. مو اي اب، اب لابني انا. شو بدنا نسميه؟ بركي طلعت بنت. اذا طلعت بنت شو بدنا نسميها؟ بنسميها همسة. واذا صبي بنسميه همام. اتفقنا. مبروك يا حياتي. باي باي. الله يقومك بالسلامة. البيت ونجيب غيره. شو مريح وقرنته ظريفة. ايه بس كله ذكريات. خلص مداهينا. انت ليش مخولة تبيعي؟ ايه اكيد. وسيم الله يرحمه سجله باسمي. يعني بدل مقدم ومؤخر. وهذا كان شرط ابي. وليش البابا اشترط هذا الشرط؟ كل الاهالي هلأ صاروا هيك يشترطوا. وخصوصا اذا العريس بالجيش. يعني مشان يضمنوا حق بنتهم وهيك. وفعلا اللي حسبه صار. هدول اكيد اهلي. كثير خايفه. لا تخافي، ما حدا له معنا شيء، انت مرتي. اكيد حضرتك جوزها لمرت اخي. يا اهلا وسهلا. وفرحان بحالك كثير انك ببيته ومع مرته وبتخته. وين فايت؟ هذا بيت اخي وفوت برجلي وانت بتنقلع لبرا. اطلع لبرا. هذا البيت بيتي يا سيد زهير، ولا نسيان انه وسيم كتبه باسمي. انت وحده خاينه وحراميه. انا اللي خاينه؟ لك انتوا اللي خاينين لانه لا احترمتوا لا اخوكم ولا كرامته بالشهاده. هلا شيلينا من موضوع البيت، تتهني فيه انت وعشيقك، بس وسيم رح يرجع لحضن سته. ولك ما فشرت، ما حدا بيقدر ياخذ وسيم من حضني. مثل ما اخذتيه بقوه القانون.
رح ارجعه قوة القانون. ومثل ما بتعرفي يا متعلمة يا مثقفة، إذا المحكمة حكمت لك فيه وهو بعمر الحضانة رح يرجع عنا إذا تزوجتي. وطالما أبوكي مسامح لك تفوتي على بيته فأكيد ما رح يرضى إنه يربى عندهم. فمشان هيك ما رح خليكي تتهني بحياتك. ووسيم رح يرجع لنا، رح يرجع لبيت جده لحضن سته. تتهنى يا عريس. هاد الكلام اللي قاله مزبوط؟ لك رد علي، لك احكي مشان الله. للاسف الحكي اللي عم يقوله صحيح. شو يعني؟ يعني اذا رفعوا دعوى نزع حضاني منك فبيربحوها. مدام انت بتعرف هذا الشيء ليش ما قلت لي؟ لاني بحبك وبدي اخسرك. يعني بدك يعني اخسر ابني؟ بكره ابنك بس يتجاوز سن الحضانه فيكي ترجعيه ببساطه. امتى؟ ليصير شاب؟ حبيبتي بكره بنجيب لنا ولدين ثلاثه وبتعوضي. بعوض؟ انت مفكر في شيء بالدنيا بيعوضني عن ابني؟ فكرة انه مستحيل حدا يعوضك عن المرحوم وسيم، هي اجيت انا وعوضتك، بكره بنجيب ولاده بيعوضونا عن وسيم. مستحيل، ما في شيء بالدنيا بيعوضني عن ابني، لك انا اساسا ما بقدر اعيش بدون ابني. مرحبا أمي. أهلين حبيبي. كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. أمي أنا اليوم رفعت دعوة لحتى يرجع وسيم لحضنك. عن جد؟ إيه أمي إيه. وخصوصي بعد ما أبوها لحنين تبرى منا ورفضوا إنه يربوا وسيم، ووسيم ما عنده كمان خالات، فإجباري رح يرجع لعنا. إن شاء الله يا أمي إن شاء الله. مع إنه أنا بصراحة بتمنى إنه ما كانت توصل بيناتنا للمحاكم. أمي شبك؟ هلا انت مفكره انه هي رح تراعي مشاعرك؟ غلطانه كثير امي. لو امي لو بس هي بتضلها ام ولازم نحن نداري مشاعرها. صرتي عم تتعاطفي معها؟ اصبح ما بدك وسيم. لا يو شو ما بدي وسيم؟ والله قلبي ناطف عليه وماني عارفه شلون بدي ضمه لصدري. هانت امي هانت، كلها كم يوم وبيجي وسيم وبصير بحضنك. بس بتعرفي شو؟ انا زعلان كثير انه اخي وسيم الله يرحمه تنازلنا عن البيت. لا امي لا تزعل، لأنه بالأصل حقها لحنين، هذا المتقدم والمتأخر تبعها. بس أمي ما بيصير، هذا شقى عمره لأخي ويروح لناس غرب. لك أمي راح الغالي لأسف عرخيص. ماشي أمي، حاسب حسابي بالقهوة؟ أكيد تأمرني. أنا رح غير ثيابي وجاي لعندك. يلا يا ماما كرمال الله وافقي على حضانة وسيم، ما بدي اياه يربى ببيت جده. صباح الخير. ماما معقول بابا حقد عليك هالقد؟ حنين صالح؟ طيب وسيم شو دخله بيناتنا؟ ما لي دعوة لك، مين حضرتك؟ أنا زوجها. طيب تفضل وقع لي هون لسلمك. وين هون؟ إيه تفضل. يعني ما في أمل تساعده. يسلم. خلص يلا برجع بحكي معك بعدين. شو هاي الورقة؟ هذا تبليغ مشان نزع حضانتك عن وسيم.
خلينا نسافر برا البلد. شو يعني نهرب؟ أكيد نهرب. ما بتقدري تطلعي برات البلد، بدك موافقة الوصي الشرعي. قولي تخيل الله، إن شاء الله أكيد في حل، ما لازم يكون في حل. حبيبتي أنت شو بيرضيكي؟ شو بيريحك؟ طلقني. حنين أنت رح تخسري كثير هيك يا حنين. ليش؟ لأنه أول ما يخلق ابني اللي هو ببطنك هلأ رح أخده منك، وبالتالي رح تكرري نفس المأساة اللي عايشتيها. سلفاً أنت خسرانة بيت عمك وأهلك، يعني ما عاد في إلك سند غيري. وين أم زهير؟ رايحة مشوار. لوين؟ عالسوق. طيب انتظري، بلكي بتروح معك مرام أو لينا. أمي ما بيها دايوب معي، ماني صغيرة. الله معك أم زهير. شو لوين راحت مرت عمي؟ يعني لوين؟ لعند حنين. شو عم تحكي؟ معقول؟ معقول أبي، بتكون اشتاقت لوسيم. خليها تعمل بريحها، معلش. هلا عمي، ليش ما بتحكي انت مع مرت عمي؟ بتفرض سيطرتك شوي عليها، يعني مشان موضوع وسيم، حرام بضل عند امه ولا احسن؟ انت قلبك عليه ولا على امه؟ والله يا عمو قلبي على اثنين، يعني انا امه عندي اولاد وبعرف قديشها صعبه فرقه الابن عن امه. ايوه. لو كنتي ام حقيقيه، كنتي حافظتي على شعور الانسانيه اللي كانت عايشه بيناتكم، مو طفشتيها. أنا اللي طفشتها؟ ليش عمي؟ أنت ما ساهمت بتطفيشها لحنين؟ أنا؟ كيف؟ يعني بلا مؤاخذة عمي، أنت ما كنت قدران أبداً تحط حد لأي حدا بالبيت والتعامل معه، وكلمتك ما كانت مسموعة أبداً. خلصي. أنا كنت حريص على شعور مرت عمك مو أكثر. أي عمي هي أنانية اسمها، يعني كنت تفكر بمشاعر مرت عمي ومشاعر حنين ما فكرت فيها؟ يعني أنت حضرتك ما كنتي أنانية معها؟ والله أنا حقي، بس أنت مو حقك أبداً، وما كنت حكيم أبداً بتصرفاتك، وما حدا عم يسمع لك كلام بالبيت. لينا احترمي حالك. لينا خلصي فوتي لجوا. أنت عدل شاطر فيه. لينا خلصي فوتي لجوا. خلصي فوتي لجوا. أنا أسف يا أسف، أكيد ما كان قصدي. أنا جايتكم بدون موعد وهيك. لا لا ولا يهمك، ولو نحن أهل. أكيد بإذن الله. ما تواخذيني. ولا يهمك حبيبتي. ناموسي؟ إيه الحمد لله. أنا ما تأخذوني جاي بدون موعد، كنت عم بقول له لزوجك بس. ولو أهلا وسهلا. الله يسلمك. الحقيقة أنا جاي أحكي معك
كلمتين من مو من حماي لكني لا أنا جاي أحكي معك من أم لأم. تفضلي. أنا جاي أترشحكي تخلي وسيم يعيش معي بس بدون ما تكوني مقهورة أو مكسورة. بدك تاخدي ابني مني بدون ما أكون مقهورة أو مكسورة؟ أنا بعرف إنه صعب عليك، كان صعب إنك تعيشي بدون ابنك أو يعيش بعيد عنك، بس اللي بعزيكي إنه هو عايش، بتقدري تشوفي إمتى ما بدك، تضمي إمتى ما بدك، وبتشوفي إمتى ما بدك، بس أنا ما بقدر أشوفه لأنه مات. لذلك أنا عايش حياة جديدة معه، حسسته كأنه ما مات. بترجاك بوس إيدك تقبلي إنه يعيش معي. بترجاك بعدين أنت حامل، بكرة بتخلفي ابنك بيعيش بحضنك، بيكبر بين ايديك وقدامك قدام عيونك. بعدين زوجك ليش لتحرمي من ابنه؟ ليه؟ ليش لتخربي بيتك بايدك يا بنتي؟ ليه؟ انا بس اعطيني وسيم، ما بدي شيء. شو قلتي يا مرت عمي؟ كنتك وبنتك ما بيطيقوا لابني، قدام عيني وكانوا حيخنقوه، كيف هو بعيد عني؟ بوعدك بوعدك وعد شرف انه ما خلي حدا يأذي، ما خلي حدا يمس بسوق. بوعدك بوعدك والله بوعدك. انا يا حنين شو قلتي؟ سألي لي شو قلتي؟ إمتى ما بدي بتخليني شوفه؟ بوعدك. وإمتى ما بدي يجي ينام عندي بتخليه؟ بوعدك. وإذا مرض أو أي شيء صار له بتخبريني؟ كمان بوعدك. والله طلباتك أوامر يا حنين، بس خليه يعيش عندي، بس خليني أحس إنه أنا عايشة مع ابني، بس خليني أحس هيك. مبسوطة؟ ما بدي اسمع سيرتها بهالبيت بنوبة. بس يا رجال خلاص. شبك انت؟ في بتمك حكي. شوفي امي شو صاير؟ حنين شبها اخذوا منها ابنها. وشو عرفك؟ بعتت لي رسالة على الفيسبوك وقالت لي إنه صارت حامل بالشهر الثالث وأخذوا منها ابنها. وليش عم تخبرك؟ ما تكون عم تفكر ترجع تصالحنا؟ لا بابا لا، بس هي قالت لي إذا نحن حابين نعرف أخبارها هيك صار معها. الله يهنيها ويكون بعونها يا رب. الله لا يهنيها، موتت راسنا قدام الناس. كله من تحت راس مرتك قصر نوة، هي اللي طفشتها. ليش من تحت راس بدي احماها امي؟ ما حدا قصر فيها. طالما ما حدا قصر فيها، انت مو امها، ليش ما حميتيها؟ انا بعترف اني قصرت بحقها كأم، بس ما كان طالع بايدي شيء. ايه ما عاد ينفعك الندم امي، ما عاد ينفعك. لا سيدي بينفع و60 بينفع، ومن بكره انا رايحه ازورها ويسترجي حدا يحرمني منها بقى.
وبابا يصطفل امتى ما راح حضرته بيلحقنا بيروح بشوفها. ايوه اذا هيك انا رايح معك بكره. يا الله يرضى عليك الهي. صبي لنا قهوه امي. تكرم عيونك وهي فنجاني كمان.